من امبارح لليوم واحنا عايشين برد افتراضي صراحه من كثر الصور والفيديوهات اللي بتنزل على مواقع التواصل عن المنخفض الجوي والعاصفه الثلجيه اللي هبت على منطقه الشرق الاوسط. مواقع التواصل لبست الثوب الابيض ودول مثل الاردن ولبنان والضفه الغربيه في الاراضي الفلسطينيه كانت في استقبال الزائر الابيض بجو من الفرح والحماس. نتوقف مع بعض هذه الفيديوهات على السوشيال ميديا. ما شاء الله خليهن يا رجل يا رجل خليهن من الصبح نستنى فيهن يا رجل. بداية التساقط ثلوج عمان ما شاء الله. هذه شوارع عمان من قلب الحدث. أنا بردت من الريحة بصراحة من اللي شفناه إنه أغنية فيروز تلج تلج عم بتشت الدنيا تلج. إجا وقتها المناسب في هيك ظروف، وبصراحة كان المفروض بدال ما تكون العاصفة اسمها ياسمين يكون اسمها فيروز. طيب خلونا نرجع لأصل الخبر وخلونا نحكي بالجد. ارتفاع التلج وصل لنحو 600 متر يا جماعة، ومن المتوقع بحسب الأرصاد أنه الزائر الأبيض يعود بموجة جديدة السبت المقبل، ومن الممكن أنه ارتفاعه هالمرة يوصل 1000 متر. المخاوف الآن أنه إذا وصل التلج لألف متر راح تنعزل مناطق جبلية وقرى مرتفعة وتنقطع عن العالم الخارجي، ويتحول هالزائر الأبيض إلى ضيف تقيل إذا طول القعدة لساعات إضافية، والله يستر لو كان لأيام. وفي هيك ظروف طبعا الأفضل تخزين المواد الغذائية والتأكد أنه في حطب ووسائل تدفئة منزلية خلال فترة الضيافة لهذا الضيف. ينضم إلينا عبر سكايب من عمان خبير الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الشاكر. أهلا فيك يا أستاذ محمد. أنت قاعد جوا البيت شكله وبعيد عن العواصف كلها. أستاذ محمد بدي أسألك، سميته العاصفة؟ والله لا، في الأردن لم تسمى العاصفة، لأن بعض نشطاء الطقس طبعا بشكل عام لم يكن هناك تسمية رسمية إلا من إدارة الأرصاد الجوية الأردنية سميت بمنخفض منخفض الخير. يعني صار اسمها من عاصفة لمنخفض. طب كويس. طيب العاصفة خلصت أو لسه بعدها ممتدة؟ بشكل عام المنظومة الجوية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط تحركت بشكل كامل نحو مناطق العراق بعدما كانت أثرت على تركيا و اليونان، ومن ثم أثرت على مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. زخمها الأكبر قد عبر وقد أثرت بهذه المناطق وتساقط الثلج والمطر، والآن نتأثر بهذه الدول بفقط تبعات ثانوية لهذه المنظومة الجوية التي توقع أن تستمر لمدة يومين قادمين بمشيئة الله تعالى، على شكل هطول لبعض الأمطار، تشكل للضباب، الأجواء جدا باردة، وبعض الثلوج التي يتوقع أن تسقط فوق مناطق جبلية يزداد ارتفاع سطح البحر بتقريباً 1000 متر بعدما كانت هذه الثلوج تتساقط خلال 24 ساعة الماضية على مناطق ازداد ارتفاعها 700 متر عن سطح البحر، وهي تشمل طبعاً أجزاء واسعة من مدن. طيب أستاذ محمد، بعيد عن الأرقام والأحوال الطقس اللي هي اللي إحنا بنحكيها دائماً على التلفزيون، المنخفض سرعة الرياح، حضرتك تعرضت يعني نوع من مش الهجوم يعني بس انه نوع من الانتقاد، لانه توقعاتك تاخرت نص ساعه عن هطول التلج، فانت تحولت لترند على السوشيال ميديا اكثر من موضوع العاصفه نفسها، فهل تمت المصالحه بينك وبين الناس الغاضبين؟ المصالحه موجوده دائما، هذا جزء يعني اصبح من مولود شعبي بوجود قد نقول بانه مثل تحدي فيما إذا ستكون التنبؤات صحيحة هذه المرة أم لا، فتصبح الناس تقارن ما يتم توقعه وما يأتي على أرض الواقع. أيضا يدخل ويختلط مع هذا الأمر وجود التطبيقات العالمية التي مثلا في الحالة التي مرت على الأردن على سبيل المثال على وجه التحديد وحتى الأراضي الفلسطينية لم تتوقع هذه التطبيقات العالمية تساقط الثلج بهم بالعواصم، بينما مثلا التطبيق العائد لنا تطبيق طقس العرب
كان يضع تساقط للثلج المتراكم في العاصمة عمان والعاصمة الفلسطينية القدس، وبالتالي هذا خلق نوع من الجدل. هل تتوقع عاصفة أخرى قادمة قريبا؟ لا يوجد حاليا في التوقعات عواصف أخرى في الوقت القريب، ولكن ذلك دائما طبعا قابل للتغيير دائما. طيب أستاذ محمد، إحنا بنتمنى تكون التوقعات يعني بردا وسلاما على الناس، بس مش بهالبرودة هذه طبعا. شكرا كثير لوقتك معنا. العفو الله يخليك. شكرا لك. طيب خلينا ننتقل هلأ لمراسلنا في رام الله عبد الحفيظ جعوان اللي هو موجود في قلب الحدث. لا وبردان كتير كمان عبد الحفيظ، يعني أنا بردت من بعيد يعني خلص دخلت في الأجواء. أنت وين بالضبط؟ في وراك هيك تلال من الثلوج. نعم سماح، أنا في مدينة رام الله، ولكن اسمحي لي قبلا، يعني في طفلتين من مدينة جنين وصلوا هنا إلى مدينة رام الله للهو في الثلج، وبستنوا معنا تقريبا من 10 دقائق، وحابين يتصوروا ويطلعوا على شاشة العربية، فأنا وعدتهم إذا بنتظروا راح يطلعوا على شاشة العربية. وهم أطفال يعني جاءوا مع أبيهم من مدينة جنين اللي ما هطلش فيها ثلج، أتوا لكي يستمتعوا في الثلوج هنا في مدينة رام الله. كما تشاهد يعني العشرات أو المئات من العائلات الفلسطينية التي وصلت هنا إلى مدينة رام الله وإلى بعض المدن أيضا المرتفعة للهو في هذا المعطف الأبيض الذي غطى معظم المرتفعات الفلسطينية التي تزيد عن 800 متر. الشباب يلهون الصورة كثير مبهجة عبد الحفيظ. طبعا الصورة مبهجة جدا، يعني أكنها حديقة من البرد سماح بالرغم. بس زحمة فعلا، زحمة والناس مش هممها البرد والثلوج وجايين مع أطفالهم. هل صارت هي رام الله هالمرة هذه هي الحدث نفسه للثلوج، علما أنه في كتير قرى برا رام الله مدن مرتفعة بينزل فيها ثلج، بس واضح أنه رام الله هي اليوم هي البطل. رام الله مرتفعة تقريبا، هاي المنطقة يعني من 850 إلى 900 متر هطلت فيها ثلوج بكميات كبيرة، وكان في يعني تكاثف للثلوج على الأرض. أيضا في مدينة الخليل كان هناك ثلوج كثيرة، وأيضا في مدينة القدس، وكان في أيضا أجواء من البهجة والسرور أيضا في مدينة القدس واللهو بالثلج. عمليا يعني لولا البرودة الكبيرة يعني التي تصاحب هذا المنخفض لكانت الأجواء أجمل بكثير. ولكن على كل حال كما قلت لك سماح، الناس حتى من محافظات يعني من جنين تبعد ساعتين من الآن أحضروا أطفالهم وجاءوا لكي يلعبوا في الثلج ويلهوا في الثلج، علما بأن بعض المظاهر على السوشيال ميديا مثلا في قرى قريبة من رام الله في قرية دير أبو مشعل الناس حملوا الثلج بشاحنات وذهبوا ووضعوا الثلوج في قريتهم لكي يتمكن عشان يعيش الحالة القرية من اللهو في الثلج. نعم عشان يعيش الحالة. طيب هل فعلا الثلج وصل للركب يا عبد الحفيظ زي ما قال الراصد الجوي عندكم في فلسطين أيمن النابلسي، وصل للركب ولا لا؟ لا لا، هو يعني كان محرجا بالنسبة له، هو وعد الناس احنا احد الراصدين. طبعا تعرفي سماح في مثل هذه الاجواء نصف الشعب يتحول الى راصد جوي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هو سيد ايمن وعد الناس بان يكون هناك ثلج للركب، وقال الناس ان يشتروا مجارف، وقال لهم سوف ادفع ثمن المجارف ان لم يصل الثلج الى الركب. اثلجت في كل المحافظات الا في محافظة نابلس التي هو ينتمي اليها، وبالتالي هو مطلوب طبعا بس عبد الحفيظ وراك في الدم حيوصل للركب. يا عبد الحفيظ الدم حيوصل للركب، وراك في حرب، وراك عم بيضربوا بعض في الكور التلجية، يرجى فض الاشتباك. نعم هذه عادة طبعا، يعني هناك من يحبها وهناك من ينقضها يعني، ولكن هي كرات ثلجية ناعمة تضفي أجواء من البهجة والسرور. وعلى كل حال يعني الفلسطينيين بشكل عام كما تعلم سماح يعني الثلوج ربما تزورهم كل عامين أو 3 أعوام مرة واحدة، وعادة تكون كمية الثلوج ليوم واحد أو يومين، وبالتالي يستمتعون بالعطلة الرسمية. والله دائما برد عندكم يا عبد الحفيظ، كثير من الجوانب. نعم فأدير بالك على العموم من الكرة الثلج اللي وراك. يعني الكثير من الناس. شكرا كثير انك نقلت لنا هذه الاجواء عبد الحفيظ، واستعد انت استعد للحرب اللي وراك. ولا يهمك. شكرا كثير لوجودك معنا. سوف اهرب الان. نعم هناك من يتربص بي. نعم شكرا. شكرا لك.